اهلا بحضراتكم، حلقه جديده من برنامج بكره احلى. على مدار شهر ونص كنا متواجدين في محافظه الدقهليه علشان نستعرض ابرز البرامج الانتخابيه لمرشحي مجلس النواب 2020 في محافظه الدقهليه، في تكتل سكاني كبير، منطقه جغرافيه مهمه جدا بتمتد على العديد من محافظات مصر، تربط العديد من محافظات مصر، ايضا كمان فيها رقع سياحيه وايضا صناعيه. شفنا كتير وتكلمنا كتير مع العديد من المرشحين، لكن الجوله الاولى من الانتخابات انتهت بسلام الحمد لله. بنتمنى التوفيق للمرشحين اللي ربنا اكرمهم وان هم يدخلوا جوله الاعاده، وبنقول هارد لك للمرشحين اللي لم يحالفهم الحظ، وبنتمنى لهم التوفيق في المرحله اللي جايه ان شاء الله. عضو مجلس النواب هو عضو بيمثل الشعب المصري كله وليس الدائره، علشان كده في رجال اعمال، في رجال اقتصاد، في ايضا مسؤولين سياسيين بياخدوا الانتخابات 2020 لهدف واحد، وهو الشعب المصري والمجتمع المصري والوطن. احنا حاليا ان شاء الله هنستعرض برنامج انتخابي، ومش هنقول برنامج انتخابي، هنستعرض رؤى اقتصادية وسياسية أيضا واجتماعية وتشريعية ورقابية من مرشح من المرشحين، وقدر ان هو يحقق نجاح كبير جدا في دائرته، وقدر ان هو بينافس بقوة وبينافس وله شعبية كبيرة جدا في دائرة شربين دكانس بني عبيد، احدى الدوائر الخاصة بمحافظة الدقهلية، وهو الاستاذ اشرف الشبراوي او اشرف ابو العيلة الشبراوي. اشرف الشبراوي ابو العيلة، بنرحب بحضرتك معانا. في البدايه احنا عايزين نعرف الساده المشاهدين اولا، لان حضرتك ان شاء الله لو ربنا اكرمك هتمثل الشعب المصري كله، والسيره الذاتيه الخاصه بيك، بداياتك، نشاتك، دراساتك، كنا عايزين نعرف بقى السيره الذاتيه الخاصه باستاذ اشرف الشبراوي بالعيله. بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضرتك، وسعيد جدا بوجودي معاكم النهارده. و اسمح لي بالنسبة في جملة بسيطة لازم أعلق عليها الأول، هو ماهوش توفيق أو حالفه الحظ، هو موضوع انتخابات ماهوش حظ، هو عملية مدروسة مخطط ليها، شعبية، وجود كتل تصويتية بتثق فيك وبتؤمن ان انت النائب الافضل، النائب اللي هتقدر تساعدها وتكون لسانها في البرلمان المصري، انك هتكون راجل دولة، فاشتغلت معاك وانت اشتغلت معاها، عملت خطة وعملت دعاية انتخابية وعملت خطط محترمة، فكان للأغلبية التصويتية اختارت 6 مرشحين من ضمن 46، فكنت انت بعد توفيق ربنا سبحانه وتعالى وتصويت الأغلبية ليك، حصلت على فرصة انك تخش الإعادة وتحاول تشتغل عليها تاني. فأنا ما بسمهاش حظ، لأن ضربة الحظ دي تكون في أمور تانية غير الأمور الانتخابية. احنا بنتمنى بقى لحضرتك التوفيق ان شاء الله في جولة الإعادة. كنا عايزين نعرف السيرة الذاتية الخاصة بالأستاذ أشرف الشبراوي. أشرف الشبراوي أبو العيلة، من مواليد قرية أبو المعاطي الباز، مركز بني عبيد، حاصل على ماجستير مهني في إدارة الموارد البشرية والتسويق، راجل أعمال، مقيم في دولة الإمارات العربية المتحدة، وطبعا بلد الأم هي مصر، فشغال في الإمارات مدير إقليمي لأحدى المجموعات الاقتصادية الكبيرة من سنة 1996 حتى الآن، ودخلت انتخابات 2015 عن دايرة دكرنس وبني عبيد قبل انضمام شربين، وكان دخلت مرحلة الإعادة، وفي مرحلة الإعادة كان فارق بسيط بيننا وبين السادة النواب الاثنين اللي اختيروا، وبناء على 37,000 ناخب اللي عطوني أصواتهم في 2015 قررت ان اخوض انتخابات 2020 اكراما ليهم، وطمعا ان احقق اللي بهدف ليه، اللي يكون نحاول ننقل بعض اللي اتعلمناه وبعض اللي درسناه وبعض اللي شفناه في دول الخليج وفي دول العالم لبلدنا، وبلدنا يعني المفروض لها حق علينا،
ودايما بتحب تنقل الشيء الكويس، الشيء الجيد، الشيء النافع لبلدك. فدي كان احنا دخلنا 2020. حضرتك خدت انتخابات 2015 زي ما حضرتك ذكرت، فاكيد في خبرة عند حضرتك بما تحتاجه الدائرة. انت حضرتك ذكرت دلوقتي برضو احنا عارفين ان شربين جزء جديد على دايرة ديكرنس وبني عبيد، بس حضرتك شايف الدايرة ككل، حضرتك شايف الدايرة ككل محتاجة ايه من عضو مجلس النواب او البرلماني القادم ان شاء الله؟ مبدئيا لازم لما نيجي نناقش مشاكلنا لازم نكون طبيعيين ولازم نكون واقعيين. واقعيين ان احنا ما نحاولش نجمل الصورة ونحاول نوعد الناس بحاجات ما نقدرش نعملها. وطبيعيين انك تكون على طبيعتك، ما تكونش متكلف، ما تكونش بتظهر صورة غير الصورة الحقيقية ليك. في 2015 كانت اول مرة اخوض اي انتخابات واي عملية سياسية، سواء ان كانت في الجامعة او ان كانت محليات او مراكز شباب او اتحادات رياضية. عمر ما خط العملية الانتخابية قبل كده ولا كانت عندي خبرة، ولكن كان بداية دخولي العملية الانتخابية 2015 هي يافطة بمئة جنيه، ولازم اذكرها دايما لان الماضي هو بيكون دافع للمستقبل. فكان الدافع ليا يافطة بمئة جنيه لشخص اكاد اجزم انه لا يمتلك سواها. فديت كانت عامل ومحرك رئيسي ليا ان احاول ان ادخل، احاول ان احقق امنية الراجل ديت فيا. فكان دخولي الانتخابات 2015، فكان العامل الرئيسي او المشكلة الرئيسية اللي بتواجهني ان انت ما بتروح للناس. للأسف الشديد المرشحين السابقين والنواب السابقين تركوا موروث سيء عند المواطنين، انه بيروحوا قبل الانتخابات ليهم يناقشوهم ويعرضوا خططهم ويوعدوهم بأحلام وردية وبأماني مستحيلة التنفيذ. فكان دايما الهاجس عند الناخب اما تروح تعرض عليه برنامجك وتقول له انا جاي اطور وجاي احط ايدي في ايدك وجاي اشتغل وجاي اعمل لك انقل لك فكر وخطط عمل لبلدنا وليك عشان اطور معاك ونشتغل ايدنا فيه. فكان دايما يفاجئني بالرد المعتاد، انتوا كلكم مرشحين، انتوا كلكم كنواب بتيجوا بتوعدونا قبل الانتخابات بكلام، وبعد الانتخابات ما بنشوفكوش، نجحت ما بنشوفكوش، سقطت ما بنشوفكوش. فكان قدامك مشكلة كبيرة جدا لازم تعالجها، وازاي تقدر تعالجها؟ فهم معاهم حق. فكان دايما الناخب يحاول ياخد منك اي شيء، اي خدمة، اي مصلحة لبلده، عشان عارف انت لو نجحت مش هتجيله ولو فشلت مش هتجيله. فكان لازم اغير الفكر واغير الثقافة اللي عند الناس دي، مع ان كانت صعبة جدا، ولكن لازم احاول ولازم اشتغل عليها. فكان دايما بقول لهم يا جماعة خدونا بفرصتين، انا راجل جديد وجاي لك بفرصتين، لا اما اطلع زي اللي سبقوني وكذاب فانت ما خسرتش حاجة كده كده هتجيب واحد قديم، او اطلع صادق. الفرصة التانية خدني ممكن اطلع صادق واعمل لك اللي انا بقول عليه. فلما دخلنا 2015 ووقفوا الناس في ظهرنا ودخلونا مرحلة الإعادة، مع ان كان كل التحاليل وبتقول والتوقعات بتقول ان اشرف لسه جديد على الساحة وكتلته التصويتية في بلده قليلة جدا، فازاي هينافس 31 مرشح انذاك وكتلهم التصويتية عالية جدا. ولكن كان عندنا الخطة اللي شغالين عليها وطريقة العمل وفريق العمل المحترم اللي بقدم له الشكر من خلال منبركم الكريم. كان عندنا رؤية وكان عندنا خطة عمل مدروسة ومحكمة. فكان التوفيق حلفنا بدعم الناس الطيبين وبتوفيق ربنا سبحانه وتعالى. فدخلنا مرحلة الإعادة، وبعد الإعادة لما ما حصلش توفيق وكان السادة النواب أخذوا أصوات أعلى مننا، فكان لزاما علينا ان احنا نكمل الرؤية اللي احنا وعدنا الناس بيها، على اساس انت قدامك خطة حاططها لنفسك ان انت ماشي طالما دخلت مجال هتكمل فيه، وإلا ما تدخلوش من اساس. لازم يكون عندك خطة وعندك رؤية
انت ماشي عليها. فكانت رؤيتنا لعشرين عشرين، عشرين خمستاشر انتهت، عند عشرين عشرين لازم ابدأ وابني ليها. فكان لازم عليا ان انا احقق للناس اللي انا قلته، وعدت الناس ان انا هكمل معاهم سواء وفقت او لم اوفق، سواء اختاروني او اختاروا غيري. وبالتالي بعد 2015 مع وجود شغل خارج مصر لم انقطع عن المواطنين في دائرة ديكيرنس وبن عبيد قبل انضمام شربين لينا. فكانت عندنا دايما مسابقات قرآن كريم للسنة العاشرة على التوالي، كنا بنطلع فيها جوائز مادية وعينية كبيرة ورحلات عمرة. اقترحنا او ابتكرنا الكراسة والكشكول بسعر خصم 50%، سيارات متجولة في مركز بن عبيد وتكرنس في شهر 8 من كل سنة بتبيع بسعر التكلفة، وما حبناش ننزلها مجاني حتى لا يظن البعض ان هي رشاوي، او واترك المجال كمان للغني والفقير انه يشتري وهو عنده اريحية، لان احنا عارفين عندنا نسبة الحياء كبيرة جدا. لو نزلت حاجة مجانا في سيارات ممكن الناس ما تروحش حياء منها وهي محتاجة، فنزلناها بسعر خصم 50% وتركنا المجال للكل انه ينزل. عملنا المواد الغذائية في كل شهر، شهر رمضان بننزل سيارات متجولة محملة المواد الغذائية بتبيع بسعر التكلفة، كله بيع وبسعر التكلفة، بنتحمل احنا السيارات وبنتحمل العمال اللي بتبيع وبنتحمل كل ده، وبنجيب من المصانع بسعر التكلفة وبنطلعها للناس. كمان في أزمة اللحوم وارتفاع أسعار اللحوم ل 160 و 170 جنيه، فكان الفلاح المصري للأسف الشديد بيلاقي صعوبة جدا أنه يجيب احتياجاته من اللحوم ليه ولأسرته. فجبنا ذبائح وذبحنا في بلادنا في مناطقنا، وأجبرنا جميع التجار أنهم ينزلوا بالسعر لسعر التكلفة 90 جنيه و 95 جنيه. برضو ابتكرنا كمان حاجة، أن أنت الوقت بتساعد حسب إمكانياتك، ونظرنا للمستقبل أن ممكن بكرة تيجي إمكانياتك تقل لأي ظرف من الظروف، لأي ظرف اقتصادي إمكانياتك قلت، أنت عودت الناس على رينج معين وعلى مبادرات معينة بتساعدهم فيها. فابتكرنا موضوع مشروع ألف نخلة، خصصنا جزء من أرض خاصة بيا، وجبنا نخال نخل برحي من أجود أنواع التمور، وزرعنا المرحلة الأولى بحيث ان العائد بتاعها السنوي يكون داعم ومساعد ليا في الاعمال والمبادرات اللي احنا بنقوم فيه. فسواء انت حصل عندك عسرة لا قدر الله، او حصل اي مشكلة، او لا قدر الله حل الاجل، فهيكون في رافد شغال للناس باستمرار، وهيكون وقف خير موجود للناس على طول. فعملنا كمان في مستشفى ديكيرنس المركزي صدقة جارية على روح الوالد رحمة الله عليه، قسم اختبارات الفيروسات الكبدية. عملنا برضو جناح على روح الوالد رحمة الله عليه في مستشفى 57-357. عملنا مبادرات متعددة، عملنا تكريم أوائل الطلبة سنويا، عملنا مسابقة أوائل الطلبة الثانوية العامة، عملنا كمان تكريم مدرسينا المحترمين اللي علمونا وأحيلوا للمعاش. كان لازم نقول لهم انتوا موجودين في القلب، انتوا قضيتوا رسالتكم ولكن احنا مش نسناكم. واعطينا برضو نبذة للجميع ان اللي يطلع على المعاش مش معناته انه مات، مش معناته انه فارق الحياة، معناته نقول له لا، ده انت بتبدأ حياة جديدة وبتبدأ مرحلة جديدة، كلنا معاك وإيدنا في إيدك. فكان كل المبادرات قلنا للناس بطريقة عملية مش كلام ان احنا معاكم، واحنا قلنا لكم هنستمر معاكم سواء وفقنا او لم نوفق، سواء اخترتونا او لم تختارونا، احنا معاكم، معاكم بالفعل مش بالكلام، لان الكلام ما اسهل الكلام ولكن ما اصعب الفعل. فكنا دايما فاعلين مشاركين الناس في, في, في احزانهم وفي افراحهم، ايدنا في ايد الناس. لذلك كان نتاجه السنة دي في 2020 احنا اقل ناس عملنا دعاية،
في الثلاث مراكز لما انضم لينا مركز جديد زي شربين، كانت الناس كلها بتعتب فين الدعايه فين الدعايه، انتوا مش عاملين دعايه، انتوا مش نازلين، انتوا مش مترشحين. ولكن كان ايماننا بربنا سبحانه وتعالى، ايماننا بالناس الواعيه، الناس المثقفه، الناس اللي عاوزه تختار نائب ليها، نائب لبلادها، نائب لوطنها قبل نائب لبلدها والحاشيه بتاعته، محتاجه نائب يخدم البلد، محتاجه نائب يطور في البلد. فكان ايماننا في ربنا وفي الناس كبير، فالناس نزلت لينا باعداد وانتخبونا، وفي اللي انتخبنا بدون ما يعرفنا يسمع عننا، بدون ما يقابلنا، بدون ما يحملنا جميله ان انا وقفت معاك واديتك صوتك وهو دي اللي انا عاوزه. محتاج النائب اللي يسمع ويشوف ويقرا وينتخبك، مش محتاج النائب اللي يجي يحملني جميله، المرشح اللي يجي يحملني، سوري، الناخب اللي يجي يحملني جميله ويقول لي ده انا معاك، ده انا انتخبتك، طب انا عاوزك تساعدني، طب انا عاوزك لا، النائب ده مع احترام الشديد ليه وصوته كمان يقدر، ولكن انا محتاج النائب الواعي، النائب الفاهم، النائب اللي عارف مصلحة بلده، النائب اللي سوري الناخب، سوري في التعبير المرة التانية، الناخب اللي يختار المرشح على المرشح اللي هيقدر يحقق لبلده، اللي هيقدر يساعد بلده، اللي هيقدر يشوف خارج الصندوق، اللي هيقدر يقدم الجديد لبلده، مش الروتيني اللي جربناه وما نفعش، اللي جربناه واعتنى له الفرصة وما استغلهاش. لا، أنا محتاج نائب يطور، محتاج نائب يشتغل مع الشباب، محتاج نائب يختار فريق عمل محترم معاه يشتغلوا معاه، لأن النجاح دايما في الإدارة روح الفريق. انما الانسان اللي بيشتغل لوحده عمره ما بينجح، لانك انت مش هتكون خبير في كل شيء. عايز اخد حضرتك، بما ان حضرتك بتتكلم عن النائب وعضو مجلس النواب، احنا الخمس سنين اللي جايين زي ما حضرتك ذكرت مهمين جدا في البرلمان المصري لاهداف كتيره، منها اهداف بطاله بتواجه الشباب، منها اهداف اجتماعيه، اهداف عمرانيه واقتصاديه. حضرتك شايف الخمس سنين اللي جايين، مش بتكلم على الأستاذ أشرف الشبراوي بس، أنا بتكلم على النواب اللي ربنا إن شاء الله هيوفقهم في المرحلة اللي جاية، إيه اللي ممكن يقدموه وإيه اللي ممكن الأستاذ أشرف الشبراوي يقدمه لدائرته ومصر؟ إحنا بنتكلم إن عضو مجلس النواب هو عضو تشريعي رقابي فبيهم المواطن المصري بشكل عام. أولا بالنسبة لعضو مجلس النواب القادم، انا بقول مش مجلس النواب اللي فات كان اخطر مجلس في تاريخ مصر، لا، المجلس القادم هو اخطر مجلس في تاريخ مصر. احنا كلنا شايفين التقلبات الاقتصادية الموجودة في العالم، وشايفين ازمة كورونا اللي اثرت على دول العالم، وهتغير كيانات وهتظهر كيانات جديدة وهتتوارى كيانات اكبر، فكل ديت لازم يقابلوا تشريعات تخدم البلد، ولازم يكون فيه بيننا وبين دول كتير علاقات ومعاهدات والتزامات، فكل ديت منوط به مجلس النواب، منوط به موافقات مجلس النواب. عندنا كمان في تشريعات لازم تتنقى، عندنا تشريعات قديمة لازم نشوف الصالح منها ونطوره، وللأسف في تشريعات لازم تتلغى، ما عادش ينفع ان احنا نمشي بتشريع من سنة 70 او قبل سنة 70، احنا الوقت عدنا في 2020، المفروض نواكب العصر ونواكب التطور ونشوف الدول المحترمة اللي هي يعني يحزنني ان اقول انها ماشيه بفكر مصريين وماشيه بعقول مصريه. ليه؟ ان احنا جبنا بعد ثوره 2011 استردينا بعض العقول المصريه تاني، نحتاج ان احنا نسترد الكثير منها، نحتاج ان احنا ناخد بفكرها، نحتاج ان احنا نحط ايدينا في ايديها ونطور بلدنا اكتر. احنا انا شايف ان احنا ان شاء الله ماشيين على الطريق الصحيح، شايفين ان احنا بلدنا الحمد لله مع الازمات المتواليه الماليه والاقتصاديه الموجوده في دول العالم، شايفين ان احنا بلدنا ماشيه في خطى ثابته، شايفين عندنا اداره حكيمه وعندنا رئيس له رؤيه واضحه شغال عليها وبيطور البلد، بيحط بنيه اساسيه اساسها الطرق واساسها المشاريع الكبيره اللي بتخدم البلد. احنا محتاجين مجلس نواب يواكب التطور ده، محتاجين مجلس نواب يفيد بلدنا بشكل كبير ويفيد دايرتنا. بالنسبة لأشرف الشبراوي أبو العلا، لو اختاروا الناس
انه يكون ممثل عنهم في برلمان 2025. عندنا حاجات كتيرة جدا. اول حاجة هبدأ بيها لو ربنا قدر لي التوفيق وكان للناس كلمة في اختياري، الفلاح. الفلاح المصري بيعاني، بيعاني جامد، ومحتاج فعلا من يحنوا عليه. ايه الاجراءات اللي ممكن يتم مناقشتها في البرلمان المصري؟ تشريعات، قوانين تخدم لصالح. عندنا عدنا بنشوف الوقت ارتفاع المشتقات البترولية الخاصة بالفلاح، عدنا بنشوف ارتفاع الكهرباء خاص بالفلاح، عدنا بنشوف ان الفلاح بعد ما بيصرف على زرعته طول السنة بيجي يبيعها بسعر زهيد ما يجيبش تكلفته. عدنا بنشوف الفلاح في برنامج تكافل وكرامة اللي الدولة نزلته تخدم به الناس، عاوزين اعادة دراسة الحالات اللي بتدخل في ضمن تكافل وكرامة. عاوزين الفلاح ننظم الدورة الزراعية تاني، وعاوزين نخلي الفلاح ان المحصول اللي طلعه الدولة تاخده منه تاني وبسعره مناسب يساعده على المعيشة. عاوزين اجراءات نخفض المواد اللي بيستخدمها الفلاح في الزراعة زي السماد وغيره، زي البنزين او السولار وغيره، زي حاجات اليد العاملة عندنا متوفرة ولكن محتاجة بعض التعديل، بعض الدراسات. عندنا امور كتير جدا محتاجة. كمان عندنا التعليم الفني، لو انتقلنا من الفلاح لحاجة تانية عندنا قبل ما نروح لجزء التعليم الفني، كنت عايز اقول لحضرتك الزراعة محتاجة تطوير في ادخال الالات الحديثة والمستحدثات. ممكن حضرتك شايف ده يتحقق ازاي؟ هي المفروض دي تكون خطة دولة، مش فلاح بسيط اللي هيقدر يعمل الكلام ده. المفروض ديت يكون رؤية لوزارة الزراعة، المفروض يكون رؤية للحكومة بشكل عام وأشمل. نشوف المحاصيل اللي هي بتقدر تجيب عائد وإنتاج أكبر للفلاح ونقترحها ونفرضها كمان عليه. نحاول نشوف الدول المتقدمة بتعمل إيه في الأمور ديت ونستنسخ منها حاجات تفيدنا. إحنا عندنا الأرض الخصبة وعندنا الجو المناسب وعندنا اليد العاملة اللي بنعتبرها في كل دول العالم وقدرناها اقتصاديا يد مجانية، يد عاملة مجانية، وعندنا كل الإمكانيات، بس لابد ان احنا نحطها في إطار ازاي نستفيد منها، ازاي نطوعها لخدمتنا. هرجع لحضرتك بس هنطلع فاصل ونتكلم عن التعليم الفني زي ما حضرتك ذكرت. قبل ما نطلع فاصل، نطلع مع حضراتكم فاصل ونرجع نكمل حوارنا مع الأستاذ أشرف الشبراوي بالعلم. رجعنا لحضراتكم تاني بعد الفاصل. لسه مستمرين مع حضراتكم مع المرشح البرلماني الأستاذ أشرف الشبراوي بالعيلة. كنا بنتكلم مع حضرتك قبل الفاصل عن الفلاح ودخلنا في التعليم الفني، وحضرتك كنت بتتكلم عن التعليم الفني، رؤيتك أو رؤية حضرتك عن التعليم الفني لأنه جزء مهم جدا بيهم الشباب وتشغيل الأيدي العاملة وتطوير أيضا منظومة القطاع الصناعي وأيضا التجاري. حضرتك شايف التعليم الفني محتاج إيه الفترة اللي أنا اسمح لي في البداية برضو في بداية جواب على سؤال حضرتك أن هعرض بسيطا كده على التعليم الجامعي. المفروض أن احنا في التعليم الجامعي في عندنا كليات نظرية كتير جدا موجودة بتخرج لنا سنويا أعداد مهولة من الخريجين اللي ملهمش شغل. فإحنا لو حاولنا نختصر الأعداد في الكليات النظرية ونحولها للتعليم الفني أو نحولها لتعليم جامعي أشبه بالتعليم الفني هتكون الإفادة لنا أكتر. إحنا عندنا الوقت عندنا مشاكل كبيرة جدا 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 في بلدنا، مشاكل محتاجة بعض التعديل والتظبيط. يعني هقول على التعليم الفني الأول، عندنا التعليم الفني تعليم فني نظري ماهوش عملي، والخريج منه بيطلع للأسف الشديد
ماهوش عنده اي خبرة او اي فنيات في التعليم، اللي هو سواء اذا كان تعليم صناعي او تجاري او زراعي. احنا ليه ما نعملش تعليم فني ونربطه بالمصانع، ونعمل مصانع تستوعب الطالب يكون يومين في الاسبوع او 3 تعليم في المدرسة و3 ايام في المصنع، بحيث انه يكون عنده ملم بالجزء العلمي والجزء العملي، وبعد كده ان احنا نطلعه يشتغل. مجرد انه هيطلع من التعليم الفني عارف انه طالع على المصنع اللي كان بيتدرب وبيشتغل فيه، انه هيطلع يشتغل فيه. كده انا بدي مجال ان نشط التعليم الفني، واعطي تشجيع او حافز للطلاب انهم يتعلموا تعليم محترم وليه مستقبل. اهم شيء عندي دلوقتي اي طالب او اي انسان في مصر بيدور دلوقتي انه بعد ما يتخرج هيعمل ايه، هيسافر. كلنا عدنا شايفين العالم كله عاد بيئن من المشاكل الاقتصادية اللي للأسف عادت بتحد من الفرص التوظيفية في العالم. فأنا الوقت لما هطلع خريجين وما لهمش فرص انهم يسافروا خارج مصر، طب انا هستفيد بهم ازاي، هعمل بهم ايه؟ يعني احنا عندنا ازمات كبيرة كانت هتحصل، ولكن الرؤية السياسية للقيادة المصرية كانت رؤية حكيمة، انه فتح مجال في العاصمة الادارية الجديدة، وفتح مجال في العالمين، وفتح مجال في المدن الجديدة تستوعب كل العمالة المهاجرة اللي جت من الخارج. العمالة ديت لما حصل ازمات في دول الخليج او في ليبيا او في العراق، كان لازم نستوعب كل العمالة اللي جاية دي. العمالة لو وجدت وما لقيتش شغل كانت هتعمل عندنا كارثة، ولكن وجود العاصمة الإدارية ومشاريعها الضخمة، وجود مدينة العالمين والمدن الجديدة، وجودهم حل أو أنقذنا من كارثة، خلت إن كل اللي جاي من برة لقى فرصة عمل موجودة جاهزة ليه. طيب إحنا كل الأمور ديت لازم نبص في المستقبل، إن الحاجات ديت هتيجي لها فترة وهتنتهى. طيب ايه اللي احنا لازم نعمل بلان للمرحلة اللي جاية، هنعمل ايه عشان العمالة اللي هتطلع من المشاريع ده هنستوعبها فين وهنشغلها ازاي برة او الخارج؟ ما عادش بيتحمل يد عاملة كتير، عاد بيختصر، وعادوا بيعتمدوا في الخارج. عاد دلوقتي بعد ازمة كورونا وكلنا شفنا العالم كله عاد بيستخدم العمل عن طريق الاونلاين والعمل من البيت والعمل بعض الوقت، فكل الامور ديت هتحد من استخدام اليد العامله. ازاي انا لازم افكر ازاي هستوعب اليد العامله دي في المستقبل. كمان عندنا كارثه، بمعنى كلمه كارثه، في موضوع دخل علينا من فتره، وهو يعني كان لازم نحسن استخدامه ونحسن التخطيط ليه. موضوع التوك توك. التوك توك جرف مصر من اليد العاملة المهنية الخبيرة في الصنعة. ما عادش كان عندي الأطفال عادوا بيركبوا التكاتك، ما عادش بيتعلم لا نجار ولا حداد ولا سباك ولا بنا. قدام شوية انت هتحس بالمشكلة دي. انت دلوقتي لسه عندنا بواقي صنايعية، قدام انت دي مشكلة كبيرة هتقابلك، لازم تعرف انت هتعالجها ازاي. ما عادش عندك سباك وانت محتاجه، ما عادش عندك نجار وانت محتاجه، حداد وانت محتاجه، كهربائي وانت محتاجه. كل الولد بيطلع يركب توك توك وخلاص، بيجيب له 50-100 جنيه في اليوم، هو عاوز ايه؟ نعالجها ازاي؟ نعالجها ان المفروض التوك توك يترخص ويتعمل رخصة للسائق بتاعه يكون فوق سن 30، ان ما عادش يقدر يشتغل في اي مهنة او شغل تاني. انما الطفل اللي بيركبه عنده 10 سنين و15 سنه و7 سنين، بشوف اطفال اول حاجه خطر جدا عليه وعلى المره وعلى اي مواطن ماشي، خطر جدا على الطفل نفسه، انه الطفل ايه وايه ادراكه انه يركب توك توك ويمشي في وسط سيارات ويمشي في وسط مره. كمان بيساعد على الاسف الشديد على السرقات، بيساعد على يعني اسمحوا لي في كلمه، بيساعد على الاغتصاب، يعني بيساعد على حاجات كتير جدا احنا غير اخلاقيه بنتمنى انها تتلاشى من مجتمعنا. فانا اما احط توك توك واحط عليه السائق بتاعه فوق ال 30 سنه، اول حاجه راجل عاقل، راجل فاهم، راجل بيقدر يوزن الامور،
راجل ما عادش عنده فرصة بعد الـ30 انه يقدر يشتغل بايده في اي حاجة تانية، فانا بوفر له شغل وبقول له اتفضل تعالى ادى شغلة موجودة. انما الطفل اللي طالع لي 7 سنين و10 سنين و15 سنة اقدر اطوره واقدر اعلمه واقدر اشغله في حرفة، اذا ما كانش متعلم اقدر اشغله في حرفة هو يستفيد وانا استفدت. ففي امور كتير جدا في مجتمعنا هي ان شاء الله كلنا امل انها في طريقها للتعديل وفي طريقها للاصلاح. عايز اقول حضرتك لجزء مهم جدا، جزء الشباب والمرأة، بس هنبتدي بالمرأة الكده السياسية والدستور المصري والقوانين اقرت للمرأة في الانتخابات الحالية 25% من مقاعد البرلمان. ده جزء مهم جدا كانت المرأة بتواجهه في التحديات. حضرتك شايف دور المرأة سياسيا واجتماعيا وايضا دور المرأة العائلة، ايه اللي محتاجاه المرأة من البرلمان المصري في الفترة اللي جاية؟ والله احنا ما نقدرش نقول المرأة محتاجة ايه من البرلمان المصري، المرأة هي ربع البرلمان المصري الوقت، هي البرلمان هي اللي هتقول ده، هي اللي يعني معلش يعني هي هتمشي في البيت وهتمشي في البرلمان كمان يعني. فالمرأة هي نص المجتمع، المرأة هي الأم وهي الزوجة، هي المربية، هي المعلمة، لازم هي أساس كل تطوير. فالمرأة في البرلمان المصري أنا متأكد إن هيكون لها دور فعال، هتكون لها بصمة، لأن القيادة السياسية لما قررت كوتا للمرأة بناء على شغل المرأة في البرلمان السابق الحالي المفروض، لأنه لسه مدته ما انتهتش، فكان لها دور فعال. عندنا شايفين في الوزارة عندنا حدث ولا حرج كم وزيرة، فكان دور المرأة في البرلمان الحالي دور فعال، فخلى أو إدى انطباع أو إدى التوجه القيادة المصرية أن تستعين بنسبة أكبر من المرأة في البرلمان القادم إن شاء الله. فكلنا أمل إن شاء الله أن المرأة يكون لها دور فعال في سن القوانين اللي بتخدم المرأة واللي بالتالي هتخدم المجتمع، لأن المرأة ما نقدرش نغفل أبدا دورها في المجتمع بصفة عامة، فما بالك في مكان تشريعي أو في مجلس تشريعي. فإن شاء الله بنتمنى التوفيق ليهم وللبرلمان بصفة عامة. جزء الشباب والمشاكل اللي بتواجه الشباب أبرزها البطالة، هي بتواجه مصر بشكل عام، بس هنتكلم على جزء الشباب البطالة. احنا عارفين حاليا الحكومة اغلقت تماما فكرة الوظيفة الحكومية، وده موجود في كل دول العالم او اغلب دول العالم الكبرى الاقتصادية، لكن ازاي حضرتك رجل اعمال، واحنا لو هنتكلم عن رجال الاعمال والحكومة هو توافق بين شخصين او جهتين، لا الحكومة هتقدر تنفذ كل الأمور لوحدها ولا رجال الأعمال هيقدروا ينفذوا كل الأمور بعدم وجود الحكومة، حضرتك شايف جزء البطالة ده إزاي يتعاون رجال الأعمال مع البرلمان مع مجلس النواب مع الحكومة المصرية في الحد من جزء البطالة؟ وقلنا المشاكل اللي بتواجه الشباب أبرزها البطالة، ممكن اللي حضرتك شايفه إيه اللي ممكن يحصل؟ أنا يمكن كلمت في نقطة التعليم الفني، وقلنا عشان نحد من البطالة لازم نعمل تعليم فني يواكب العصر ويواكب المرحلة اللي احنا فيها، وقلنا ان احنا نحاول نحد من الكليات النظرية وخريج الكليات النظرية تمام، ونتوجه بنسبة كبيرة جدا للتعليم الفني، فكده هنحد من البطالة. الحاجة التانية لازم افتح قوس واتكلم عن الشباب هو القاطرة اللي ممكن تاخد الدولة لفوق، وممكن هو لا قدر الله اللي تأثر بالسلب على الدولة. احنا عندنا الشباب لازم نعمل برامج للشباب لتوعية الشباب لبث الروح الوطنية في الشباب. عندنا الشباب معلش يعني اسمح لي فيه من السلبية الكتير بناء على اللي هو بيشوفه وبناء على الظروف اللي هو بيعاني منها. فأول حاجة لازم أهيئ الشباب لسوق العمل، ولازم أخلي الشاب يكون مهيئ إنه يشتغل أي شيء، يشتغل أي حاجة في البداية لعند ما يبدأ يقف على رجله.
احنا عندنا الدولة سمحت بقروض للمشاريع الصغيرة ومشاريع متناهية الصغر ومشاريع للشباب، ولكن احنا عندنا بعض الشباب بيقدم مشاريع وبياخد الفلوس وما بيكملش المشروع. فأنا رجال الأعمال المفروض ان يكون فيه في كل على الأقل في كل منطقة وكل دايرة يكون فيه ترابط بين رجال الأعمال ويعملوا زي جمعيات مساعدة ومطورة للشباب، يكون منها تمويل ذاتي أو مشاركة بحصص معينة في بعض المشاريع اللي الشباب ممكن يقترحوها ودراسات الجدوى يقترحوها المشاريع، ونشتغل معاهم. احنا مننا هنشجعهم على الانتاج وهنشجعهم انهم يعملوا مستقبل ليهم ولبلدهم، واحنا كمان هنستفاد. لان انا دايما بؤمن بالمثل الصيني اللي بقول ما تعتنيش سمكة ولكن علمني ازاي اصطادها. فانا المفروض راجل اعمال لوحده مش هيقدر يعمل، ومش هيقدر يعمل كل شيء حتى لو في نطاق او محيط دايرته، ولكن رجال الاعمال الوطنيين وما اكثرهم لو تبنوا الفكر ده وعملوا زي رابطة رجال اعمال في منطقة معينة وليكن في دايرة ديكيرنس وشربين وبن عبيد، وتخلوا عن الشخصنة ان انا لو عملت دي طب انا بخدم اشرف وبخدم فلان وبعمل له تواجد، لا انت بتعمل ليك ولنفسك وبتعمل لناسك. لو تخلينا عن دي واشتغلنا كفريق عمل كلنا بنكمل بعض، هنقدر نعمل حاجة لشبابنا، هنقدر نعمل بعض المشاريع، هنقدر نمول بعض مشاريع الشباب الصغيرة واللي هتفيد وهتعود بالخير على الشباب وعلى بلدنا. وفي كمان لازم اذكر كمان ان في عندنا شباب ما شاء الله، عندنا شباب وهو في الجامعة بيبدأ يعمل مشاريع ويبدأ يشتغل في مشاريع ويبدأ يفتح هو لنفسه مشاريع، وبتلاقيه خطوة 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 بيتقدم وبيكبر. في نماذج كتير جدا لا داعي لذكر اسمائها، ولكن انا شايفها قدامي. احنا سافرنا وتغربنا وبنينا نفسنا بره، ولكن معانا على التوازي في شباب بدأ من هنا وبدأ بمشاريع صغيرة هنا وكبر واتطور وبقى كمان هو أفضل مننا، لأن هو بنا في بلده احنا بنينا بره، انما هو بنا هنا وكبر هنا وماشي في تصاعد باستمرار. فاللي انا بطلبه تاني هلخص اللي قلناه، ان احنا بنتمنى ان في كل منطقة رجال اعمال يعملوا جمعية او يعملوا ائتلاف انهم يساعدوا في تمويل بعض المشاريع للشباب ويكونوا مشرفين عليها، يكونوا مشرفين عليها، نمدهم بالخبرة مش بالمال بس عشان نساعدهم على نجاح مشاريعهم. احنا نعتبر دي مبادرة من حضرتك في برنامج بكرة احلى ان شاء الله، نتمنى ان هي يتم تنفيذها. دايرة شربين ديكيرنس بني عبيد في مصر كلها. هنطلع لحضراتكم فاصل ونرجع نكمل حوارنا مع الاستاذ اشرف الشبراوي. رجعنا لحضراتكم تاني لسه في حلقه خاصه مع المرشح البرلماني الاستاذ اشرف الشبراوي ابو العلا. نرحب بحضرتك مره تانيه. كنا عايزين نعرف برضو اللي حضرتك ذكرناه واتكلمنا عنه عن المواطن في مصر بشكل عام، لكن انا عايز اقول لحضرتك على حاجه. احنا على مدار شهر ونص كنا موجودين في شربين وديكيرنس وبني عبيد، شفنا العديد من المواطنين بيطلبوا تحسين الخدمه الصحيه في بعض المستشفيات. احنا عارفين الصحة بقت مهمة في العالم كله بعد وباء كورونا، فعايزين نعرف البرلمان المصري ممكن يقدم ايه، او الاستاذ اشرف الشبراوي مع اعضاء البرلمان ان شاء الله حل التوفيق باذن الله، ايه الجزء الصحة والتشريعات او القوانين الخاصة بالصحة محتاجة ايه عشان نخدم
قطاع الصحة في مصر بشكل عام، وهنتكلم في الدائرة برضو بشكل خاص. بالنسبة لنقطة المواطن عاوز ايه، المواطن عاوز حاجات كتير جدا، وفعلا عنده بالذات في الريف المصري. خلينا نكون منطقيين ونتكلم عن الريف المصري بما ان انا احد ابناء الريف المصري. ودايما لما تحب تاخد حاجة تاخد من حاجة من اللي عايشها. لما تحب تعمل مشروع قانون انزل لأرض الواقع هتاخد مشروع قانون صحيح. انما اذا كان القانون غير مطابق للواقع فبيبقى الاستفادة من القانون بسيطة جدا. فبنتمنى من المشرع المصري انه عند اصدار اي قانون يمس المواطن لابد انه ياخد قانون من ارض الواقع، هيكون فايدته اكبر وفايدته اعم واشمل. عندنا المواطن محتاج قبل اول اهتماماته واحتياجاته هي الصحة. عندنا شفنا احنا القيادة السياسية نزلت الضمان الصحي وبدأ يتطبق في محافظات في مراحل، وتعمل له خطة تطبيق على مستوى الجمهورية. نتمنى سرعة التنفيذ وسرعة التطبيق لانه مهم جدا. لو تطبق الضمان الصحي بشكل كامل وبشكل فعال في مصر هيبقى مفيد جدا للمواطن. المواطن عاوز ايه؟ يعني المواطن عندنا عاوز ايه؟ المواطن عندنا عاوز مستشفى كويسة يقدر ياخد فيها خدمة صحية محترمة. عاوز ما بيروح يدور على كيس دم يلتقيه متوفر، ما يطلبش منه يجيب 5-6 متبرعين عشان اديك كيس الدم. عما اجيب 5-6 متبرعين اذا ايجوا ممكن الحالة تروح مني. انا اعمل بنك الدم وابدأ انزل سيارات متجولة في البلاد تاخد الدم ويكون متوفر وموجود عندي. انما ان انا لما بروح وعندي مواطن داخل عمليه واقول له جيب لي متبرعين عشان اديك دم، ديت يعني انا شايف انها محتاجه تعديل ومحتاجه تطوير. الحاجه الثانيه، عاوز المواطن لما يخش يلاقي سرير يدخل عليه. اما اجي في مستشفى، للاسف مش هذكر اسماء مستشفيات، الاقي ان الاكسجين خلص منها ومش موجود ومش متوفر، وفي حالات موجوده في العزل كورونا والاكسجين خلص. فعلى اي اساس ان الاكسجين ديت لو خلص عن حالة كريتيكال ممكن تروح، ممكن تموت. فعاوز ان يكون في خطة عندي وموجودة وفي رقابة ان الاكسجين ما يخلص والحاجات دي ما تخلص. مش عاوز مواطن ما يروح مستشفى يطلع يشتري السرنجة هو من بره او كيس القطن من بره. عاوز يكون كل شيء متوفر وموجود في المستشفيات. عاوز مواطن لما يمشي على الطريق يكون آمن على الطريق اللي هو ماشي عليه. تمام. فعاوز من النائب أو من البرلمان المصري إنه يحط تشريعات مهمة ويعمل قوانين تفيد المواطن في الشق الصحي. لأن أهم شيء يعطيني مواطن سليم. احنا بنقول العقل السليم في الجسم السليم. اعطيني مواطن سليم اعطيك اقتصاد محترم واعطيك دولة محترم. الصحة عندنا هي دي اهم شيء احنا بنعاني منه، والدولة شغالة وماشية بخطوة ثابتة فيه، بس محتاجين تطوير اكتر ومحتاجين زيادة فعالية اكتر ومحتاجين رقابة اكتر على بعض المستشفيات العامة، ومحتاجين تطوير الوحدات الصحية عشان تساعد وتشيل الحمل على المستشفيات العامة. عاوزين نطور الوحدات الصحية في القرى، دي مهم جدا جدا نطورها ونراقبها، لان لو طورناها وادت دورها بفاعلية هنخف كتير على المستشفيات العامة. عاوزين المستشفيات العامة نحسن استخدامها ونحسن ونطورها ونشغلها، لان في مستشفيات عامة موجودة ولكن للأسف الشديد معطلة مش شغالة واقفة عن العمل. فدي بيكون لها أثر كبير جدا على الخدمة، تقديم الخدمة الجيدة، الخدمة الصحية الجيدة. فدي أمور كتير جدا لازم نعيد ترتيبها ونعيد تنشيط فعاليتها مرة تانية. هو هربط الصحة مع حضرتك بالطفل والتعليم، التعليم في المراحل التمهيدية الابتدائي والإعدادي وتطوير المدارس مهم جدا. احنا بنواجه مشكلة كورونا، الله أعلم هتنتهي امتى، عشان نقدر ان احنا نكمل الطفل في المرحلة دي ما عندوش الوعي الكافي.
ازاي نقدر ان احنا نطور التعليم مع الصحة مع رعاية الطفل في الفترة اللي جاية. احنا عندنا كمان قلت عندنا انا شايف وزير التعليم الحالي شغال وماشي بخطة ثابتة في تطوير التعليم ولازم كلنا نساعده، لازم كلنا نقف في ظهره، لان انا شايف خطته خطة طموحة وخطة محترمة بتقابلها بعض العقبات، بتقابلها بعض المشاكل، بيقابلها بعض الاعتراضات من اصحاب المصالح برضو عشان نكون منطقيين، ولكن احنا كلنا بنشد على ازره وبنقول له كمل، لان انا شايف في دول العالم بيعتمدوا الخطط اللي احنا ماشيين عليها واللي احنا الوزير بادئ فيها، فالخطه اللي الوزير شغال فيها لو تمت وجهزنا البيئه المناسبه ليها من انترنت ومن عوامل مساعده ليها هتنجح وهنطور وهيبقى عندنا طفره محترمه في التعليم. وكمان لازم اذكر نقطه مهمه جدا انا متابعها وشايفها في جولاتي الانتخابيه في مركز شربين وتكرنس وبن عبيد، عندنا متبرعين ما شاء الله كتار بيتبرعوا بالاراضي، هيئه الابنيه بتطلب اراضي جهزوا اراضي وانا ابني عشان اقلل كثافه الطلاب في الفصل من 70 ل 80 طالب في الفصل، بالله عليك قول لي 70 80 طالب المدرس هيقدر يفهم مين ولا مين، ودرجه استوعاب طالب في وسط 70 80 هيبقى ازاي. فهيئه الابنيه قالت جهزوا ارض برعوا باراضي وانا ابني انا جاهزه، ولكن بتقابلنا مشكله في حمايه الاراضي عشان ارض زراعيه، فنتمنى ان يكون في نظره شامله للموضوع حماية الأراضي والأراضي الزراعية اللي بيتم التبرع بيها عشان هيئة الأبنية تباشر عملها وتبني، ولو بنينا مدارس وزدنا عدد الفصول هنقلل بالتبعية كثافة الطلاب في الفصل، فهيكون الفايدة أهم، لأن أنا أهم شيء عندي الطفل في مراحل تعليم الأولى، لأن زي ما بنقول التعليم في الصغر كان نقش على الحجر، إذا علمت وبدأت وأسست الطفل كويس صحيح تأسيس وتنشئة محترمة هيبقى عندي طالب، هيبقى عندي خريج محترم كلنا هنفتخر بيه. فعندنا أهم حاجتين، عندنا الصحة يليها التعليم، ودي اللي احنا بننادي بيه. كمان بننادي ان احنا نحاول نزيد أو نحاول نوصل الجزء الموجود في الميزانية للتعليم والصحة نوصلها ونراقب عليها ونوجهها للطرق الصحيحة اللي نستفاد منها. بما ان حضرتك ذكرت الطرق، مصر بتشهد شبكة طرق مهمة جدا، الحكومة بتقوم بتطوير الطرق على المستوى العام، لكن الريف المصري مازال بيعاني من شبكة الطرق الداخلية، واحنا حاليا نعتبر في معقل الريف المصري محافظة الدقهلية من المحافظات الريفية الكبيرة جدا، واحنا لاحظنا الناس بتطلب تحسين جودة الطرق سواء في القرى سواء في المدن الصغيرة او الشوارع الداخلية، التطوير الطرق في الاماكن دي، حضرتك ان شاء الله في حال توفيق باذن الله ممكن تقدم ايه في مجال الطرق؟ يعني لو اتكلمنا على الطرق، المواطن محتاج الطرق، تحسين الطرق، شايف حضرتك الفترة اللي جاية محتاجة ايه لدائرة شربين دي كنز بني عبيد في خدمة الطرق؟ ودي خدمة مهمة جدا بتهم. ابدأ دايما احنا بنقول الانسان بيشوف الشيء الجيد ويتعلم منه ويبدأ ينفذه في الاماكن اللي هي محرومة منه. انا من 96 في دولة الامارات العربية المتحدة بقدم الشكر لشعبها وقيادتها السياسية لاحتضانهم المصريين ولوجودهم في ظهر المصريين ومصر بصفة عامة. في 96 كانت دبي المدينة اللي بفتخر ان انا عايش وموجود فيها كانت لسه في بدايات حركتها العمرانية والطفرة العمرانية بدأت فيها من 96. فكانوا بيعملوا ايه؟ كانوا بيجوا يشقوا الطرق في وسط الصحراء، وكنا بنقول ألا الطريق دي ماشي في وسط الصحراء لمين، ونيجي نشوف بعد ما الطريق اتشق نلاقي على جانبي الطريق بدأت الأبراج تنتشر وتطلع وبدأت تعمل حركة عمرانية محترمة على الطرق وفي قلب الصحراء، وبدأوا كمان يدخلوا الخليج يشقوا
في الصحراء ويدخلوا الخليج المية في وسط الصحراء، وتاني على طول نلاقي الأبراج على طرفي النهر أو الخور اللي جاي من الخليج. أنا بشوف إن احنا في مصر شغالين على نفس المنوال، ودي شيء بيشجع. لما رحت العاصمة الإدارية الجديدة أنا قلت أنا في مكان تاني غير مصر. لما بشوف شبكة الطرق اللي بتعمل أنا بقول أنا يعني لازم ترفع القبعة للمسؤولين، ودي أهم شيء. شبكة الطرق سواء الطرق الطبيعية أو السكك الحديدية أول حاجة بتساعد على النشاط التجاري وبتقلل من التكلفة وبتساعد في بتيسير حركة النقل بين المحافظات وتقليل المدة. ولكن ننقل على الطرف التاني بقى، الطرق الداخلية في الكرة بالذات. أظن أنت مشيت في شربين وشفت طرق يعني حدث ولا حرج بصراحة. لا احنا في تكرنس وبن عبيد أحسن حالا من شربين. طرق صعبة جدا إن الناس تمشي عليها، والطرق اللي صعبة انك تمشي عليها ديت بتعمل يعني استنزاف من الثروات بطريقة لا تتخيلها. شوف انت لو راكب سيارة وماشي على الطرق ديت كل سنة عاوز تغير العفشة بتاع سيارتك وعاوز تبدل فيها والطيارات عاوز تغيرها يعني بتستنزف الاقتصاد المصري. فانا ازاي اقدر اطور الطرق ديت عشان انا استفاد كمان واحافظ على فلوسي واحافظ على فلوس المواطنين. في عندنا كمان عشان نتكلم، احنا بنعمل طرق داخلية انا بسميه اهدار مال عام في الطرق الداخلية بالذات، لان فيها فساد كبير جدا مفيش رقابة عليها بالشكل الكافي. بنعمل طريق النهاردة قبل ما بتسلم بتلاقيه متكسر. فين الاسس وفين الاستشاريين اللي واقفين على الطريق ويستلموه صح قبل تسليمه وساعة تنفيذه؟ انا ليه هعمل الطريق مرة واثنين وثلاثة في خلال سنتين ثلاثة او اربع سنين؟ الطريق المفروض انا عامل له فترة استخدام لا تقل عن 15 20 30 40 50 سنة حسب مدته. ازاي اتكسر بعد قبل الاستلام؟ مين المسؤول عن كده؟ فالمفروض ان يكون عندي رقابة على الطرق الداخلية وقت انشائها ويكون مدروسة. انا لما اجي اعمل طريق لازم يكون مدروس، ايه الاستفادة منه؟ هستفاد منه ازاي؟ ففي امور كتير جدا لازم اعيد دراستها واعيد تنفيذها. ازاي طرق تنفيذها وايه الاسس اللي هقدر اشتغل عليها؟ قبل ما اختم مع حضرتك اكيد حضرتك عايز يعني تشكر اهل الدايرة، بس انا عايز اقول لحضرتك على حاجة. المواطن البسيط دايما بيتكلم ان نائب في البرلمان بعد ما بينجح محدش بيشوفه، ودي جزء مهم جدا مش في شربين وتكرس وبين عبيد، لا ده في مصر كلها بيقولوا بعد ما النجاح ما بنشوفوش. حضرتك ترد على الجزء ده لأهل دايرتك والمجتمع والشعب المصري ازاي؟ أهلي قبل ما جاوب حضرتك على السؤال أرجع تاني لموضوع الطرق وأتوجه بالشكر وأثني على الفريق كامل الوزير وعلى الطفرة الكبيرة اللي شاهدناها في الطرق في فترة توليه وزارة النقل، ونتمنى منه المزيد لأن هو عودنا على المزيد، وإحنا كلنا إن شاء الله أمل أنه هو هيطور كل شبكة الطرق سواء الدولية أو الداخلية سواء في الحضر المصري أو في الريف المصري إن شاء الله. فلازم أوجه له الشكر والتحية من منبركم. بالنسبة لرسالتي اللي هوجهها لأهل دايرتي والمصر بصفة عامة، إحنا في مرحلة استحقاقات انتخابية استحقاقات تشريعية في مصر. فسؤال أو دعوتي أو رسالتي للجميع، أحسنوا الاختيار. عندك كل المرشحين كلهم ليهم سي في عندك، كلك أنت عارفهم كلهم وعارف هم مين، فأحسن الاختيار. ما تختارش لصالحك الشخصي، لا اختار لبلدك، اختار لدايرتك كلها، اختار للست الطيبة والراجل الطيب اللي أنت بتقول له اطلع اختار أشرف فبيطلع لثقته فيك. ما تجيبوش يختار اشرف عشان اشرف هيعمل لك انت مصلحه شخصيه وهينسى الراجل الطيب اللي طلع وراك ووثق فيك واعتاد صوته عشانه. اطلع اختار بناء عن فكر،
بناء عن رؤية، بناء عن نائب يفيد بلدك مش يفيدك انت ويعين لك ابنك او يعمل لك مصلحة شخصية، لان انت بكده نظرتك ضيقة، كده عمرنا ما هنتقدم. انت لو اخترت صح واخترت نائب صح مش هتحتاج نائب، ولا هيلزمك تسمع اسم النائب، لانه هيشرع فوق وهيراقب فوق، الخدمة هتوصل لك بدون ما انت محتاجه. انما لو اخترت نائب غلط وجبته في المكان، جبت الشيء الغلط في المكان اللي المفروض يكون فيه حاجة صح، هيأثر عليك وهيأثر على مستقبل ابنك. حتى لو اداك، لو اداك مصلحتك الآنية، انا عاوز نائب يخدمني لمدة 5 سنين، عاوز نائب يشرع، نائب يراقب، يخدم بلدنا، يطور بلدنا. انا لو مشينا على النهج اللي احنا ماشيين عليه واخترنا النائب على الشلالية والقبلية والمعارف، كل مواطن فينا محتاج نائب، كل مواطن محتاج نائب يخش معاه مستشفى، محتاج نائب يطلع معاه على اي مصلحة حكومية، محتاج نائب في ظهره. انما لو اخترت نائب صح، نائب تشريع صح، نائب رقابي صح، انا مش عاوز اشوفه ومش عاوز اعرفه، لان الخدمة هتجيلي، هو هيراقب فوق، هيراقب في المستشفيات، هيراقب في التعليم، هيراقب في الطرق، هيعمل تشريع كويس، العائد التشريع الكويس هيجيلي بدون ما اعرف، هيجيلي هيوصلني الخدمة بدون ما اطلبها. فاذا وصلتني الخدمة بدون ما اطلبها، انا مش محتاج نائب ومش محتاج اعرفه. انا محتاج نائب لما يعرف يشوف فيه خطأ يقدر يشور عليه ويفهم ويقدر يتكلم ويقدر يناقش ويقدر يآمن بالقضية اللي هو بيتكلم فيها. مش محتاج نائب ما يعرفش تشريع يعني ايه، ويعرف رقابة يعني ايه، ولا يعرف استجواب يعني ايه، ولا يعرف طلب احاطة يعني ايه. مش محتاج نائب انه هيجي يأكلنا النهاردة وهيديني 100 جنيه او يديني 50 جنيه وبكرة ياخدهم من قوت وقوت عيالي. انا محتاج نائب اامنه على حياتي، اامنه على مستقبل ولادي. محتاج نائب يقف في ظهر القيادة السياسية وقت الصح، وقت ما يكون في شيء هو معترض عليه يقول انا في عندي 1 2 3 ممكن نعدل، ممكن نغير، ممكن نطور، يقول كلمة الحق، يكون عنده مبدأ العدالة بين الجميع، يكون في ظهر صاحب الحق، ما يكونش مع اللي انتخبه وضد اللي ما انتخبوش. لان النائب وقت ما ينتخب ويبقى نائب، هو نائب الجميع، هو نائب الدايرة كلها، اللي انتخبه واللي ما انتخبوش. عندنا موروث سيء، وانا قلت لحضرتك، واحنا السبب فيه واللي قبلنا السبب فيه، انه بيجي بيقول كلامه وبيقول برامج خيالية خيالية لا يعقلها بشر، وبيقولها وبيتكلم فيها، وبعد الانتخاب بيفشل انه يقدمها فبيهرب ما بتشوفوش، والمرشح كذلك. فخلت المواطن عندنا انه ما عادش عنده ثقة في حد، فعاوز اخد منك حب عينيك قبل ما تمشي، لان كده كده ما عدتش هشوفك. ودي غلط كبير بنقع فيه. ولكن انا بطالب من الشباب وبطالب من المثقفين والمتعلمين ان هم يكونوا الامانة، يتحملوا الامانة مع المرشح اللي هم هيختاروه، اللي هم شايفين فيه ان هو ديه النفع لبلده والنفع للمواطنين والنفع للناس، ويجروا معاه ويشتغلوا معاه ويخلوه هدفهم. لان بكرة انت بتساعده النهاردة عشان يساعدك لمدة 5 سنين، يساعد لبلدك في المستقبل. ابعد عن اي واحد هيشتريك النهاردة، اللي هيشتريك النهاردة هيبيعك بكرة، واللي هيشتريك النهاردة، وابعد عن الإشاعات. في ناس في اللي فيها بتجيبه في الناس، في ناس بتعمل الغلط وبتحطه على الناس، في ناس بتعمل كل شيء غلط وتقول لك فلان اللي بيعمله، هم اللي بيعملوا الغلط وهم اللي بيوصلوا بالناس انها تصدقهم عشان يحققوا اهدافهم. انت عندك الوقت هتكلم عن دايرة شربين وتكرنس وبني عبيد، انت وصل عندك من 46 ست مرشحين، بكن للخمسة اللي معايا كل احترام وتقدير، وبقول هم نواب ويفضلوا احسن مني، وانا اقل واحد في الستة. ولكن انت كمواطن بقول لك عندك الستة، في ناس انت جربتهم قبل كده، انت جربتهم قبل كده، فعندك 2 3 انت جربتهم قبل كده وشفتهم قبل كده، شوف تاريخهم، شوف ماضيهم ايه. إذا أجادوا معاك في فترة وجودهم في النيابة، فحقهم عليك تبقى في ظهرهم، حقهم عليك إنك تسندهم. إذا ما أجادوش، فحقك أنت عليهم
انك تقول لهم شكرا، كتر خيركم اديتكم الفرصه ما ساعدتونيش، ما طورتوش في بلدنا، شكرا كفايه عليكم. حتى لو هو من بلدك، حتى لو هو جارك، حتى لو هو نسيبك، حتى لو هو ايه، لان انا مش هختار واحد حبيبي. اللي جالي في ميتم بروح له في ميتم، اللي جالي في فرح اروح له في فرح، مش جالي في ميتم يبقى انتخبه ومسكه مصيري، مش جالي في فرح وعملت له سفره خاصه وقعدته وحطيته فوق الناس يبقى مصيري امسكه في امسكه مصيري وهو مش صالح. الصالح النافع اللي خدم البلد اللي انت شايف في المصلحه اقف في ظهره وحقه عليك. برجع للجداد، الجداد اكيد لهم ماضي، اكيد لهم، اسال عليهم، اسال في بلادهم، اسال في اماكن الناس عارفاهم لو كنتش تعرف عنهم، خد فكره عنهم. لو لقيت فيهم حد كويس امشي معاه وجريله، وما فيش داعي انك تروح وتحمله جميله وتقول له انا هنتخبك وهعمل لك، لا انت جريله، لان نجاحه هتوصل لك الخدمه بدون ما تطلبها، هيوصل لك المصلحه العامه بدون ما تطلبها. احسنوا الاختيار، دي امانه في رقبتكم ربنا سبحانه وتعالى هيحاسبكم عليها. ما تقعدش في بيتك وتقول مش نازل، كلهم زي بعض، كلهم مش نافعين. ما هو انت قعدت في بيتك وما اديتش صوتك، هيجي لك الحاجه اللي انت ما بتتمنهاش. ما ترجعش بكره تقول البلد والبلد عملت وسوت، لا انت اللي سويت، انت اللي عملت في ايدك كده بسلبيتك، انت اللي تركت ان ال- 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 الحاجه اللي مش عاجباك تيجي وتكون مصيرك في ايديهم. انت انزل وقول رايك واعطي رايك للي انت عاوزه واللي انت شايف في الصاله، حتى لو هيبقى صوتك لوحدك. خلي عندك ايجابيه، كل املنا في الشباب، متاملين الشباب هيكون لهم كلمه، متاملين اخواتنا الكبار وعوا الدرس وعرفوا مين الصالح ومين الطالح، هينزلوا وهينتخبوا. انتخب لبلدك، انتخب نائب لبلدك يقدر يتكلم، يقدر يكون صوت بلدك في كل المحافل الدوليه. اختار نائب ينفع بلدك قبل ما ينفعك وقبل ما ينفع مصلحتك الشخصيه. الدوله على مسافه واحده من الجميع. الدوله ما يهمهاش مين يجي، سين او صاد او عين، كلهم ولاد البلد وكلهم ينفعوا يبقوا نواب وكلهم ينفعوا يبقوا برلمانيين. ما يهمهاش مين الاسماء، ما تعرفش مين الاسماء اللي يجي، هو عاوزين اللي يجي يجي بالصندوق اختيار الشعب، عشان بعد كده يقولوا انت اللي اخترت، انت اللي جبت. فالدولة على مسافة واحدة من الجميع، اسمعوش اي اشاعات هدامة، ما تسمعوش اي حد يقولك ده الدولة مختارة، الدولة ما يهمهاش، كلهم ولاد مصر، كلهم ابناء مصر. انزل اختار وحط صوتك، ما تسمعش الاشاعات، لان صاحب الاشاعة هو بيهدف منها انه يقعدك في بيتك، لان ليه رجالته اللي عامل لهم مصالح شخصية هيطلعوا ينتخبوه فهينجحوه فهيجي عليك تاني. انزل قول رأيك، حتى لو هو هتديله صوتك، طالما انت اقتنعت بتلاتة من الستة الموجودين انزل وانتخبهم. تحالفات ايا كانت التحالفات اختار، ممكن انا متحالف مع اتنين انت عاوز اشرف بس مش عاوز التانيين، الاتنين التانيين لعدم قناعتك بيهم، اختار من الجهة التانية اتنين تانيين. ما ترتبطش بتحالفات، لان التحالفات انا مش هشتلكوا مجموعة مع بعض، ما المجموعة ممكن اتنين حلوين وواحد وحش، او واحد حلو واتنين وحشين، ليه اخدهم شروة واحدة يعني. انا اختار الافضل ليا من الستة سواء هم مع بعض او ضد بعض. اختار الافضل ليك، اختار الافضل لبلدك، بلاش نمشي ورا الشائعات، الشائعات منتشرة كتيرة الايام دي. انا عاوز تختار لبلدك قبل ما تختار لنفسك، دي امانة بحملها للجميع، واتمنى ان احنا نطور بلدنا بايجابيتنا. مش كنت عايز اعرف الرسالة الاخيرة لحضرتك لأهل دايرتك اللي انتخبوك والناس اللي ما انتخبكش، تقول لهم ايه قبل ما نختم حضرتك؟ رسالتي وشكري لأهل دايرتي اللي كانوا سبب في دخولي مرحلة الإعادة، بشكركم جزيلا، ودايما دعوتي ان اتمنى ان ربنا يقدرنا ان اكون عند حسن ظنكم واقدر ارد لكم ثقتكم الغالية فيا. وبوعدكم سواء كانت الأغلبية معانا ووفقنا ان احنا نكون اعضاء في مجلس النواب، فانا في ظهركم لمدة 5 سنين وايدي في ايدكم، وهستعين بيكم عشان انا بحب روح الجماعة في العمل، وهستعين بيكم ونشتغل مع بعض فريق عمل واحد. وهفتح ان شاء الله لو قدر لينا واخترتونا ممثل ليكم، هيكون في مكتب خدمات في شربين، مكتب خدمات في بن عبيد، مكتب خدمات في تكرنس، هيبقى في وسيلة اتصال كول سنتر على الدايرة كلها والخارج الدايرة، هيبقى في استشاريين في قلب المكاتب، كل واحد مخصص بملف معين، هتتصل بدون ما تغلب نفسك وتجيلي مكاني وتكلف نفسك
عناء السفر سواء في الصيف او في الشتاء. هتتصل من بيتك من تليفونك في اي مكان، عندك مشكلة هتلاقي اللي يحلها لك في خلال وقت قصير جدا. المشاكل الكبيرة هيكون في اجتماع شهري في كل مركز ليا انا شخصيا، هقعد مع المواطنين، هيكون في فريق عمل هينزل المراكز والقرى بالذات ياخد مشاكلها ونبدأ نتعامل معاها مع اهل البلد. اللي هيحط ايده في ايده وهيشتغل هنشتغل سوا، اللي مش عاوز يشتغل هيكون هو التقصير منه. هيكون في خدمات بالنسبة للناس اللي ما انتخبنيش، فأنا بحييهم وبقول لهم دي رأيكم يحترم، والاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية. انتم ورأيكم أهم حاجة، تحسنوا الاختيار سواء أنا أو غيري، ولكن لو قدر لينا ان احنا نكون ممثلين عنكم هكونوا كلكم عندي سواء. صاحب الحق هكون في ظهره حتى لو كان ضدي، وعدم الأحقية لواحد عمر ما هدهاله وهكون ضده لو هو أقرب المقربين ليا. ودي العهد اللي دايما بقطعه على نفسي، إن أنا مع صاحب الحق أيا كان هو مين. أنا بعد لو وفقت وكنت عضو في مجلس النواب القادم الكل هيبقى عندي سواء، لأن هكون نائب عن الجميع، نائب عن الدائرة كلها، مش نائب عن اللي انتخبوني فقط لا غير. نشكر حضرتك جدا استاذ اشرف الشبراوي، مرشح برلماني عن دايره شربين لكنز بني عبيد. بنتمنى لحضرتك ان شاء الله التوفيق، وبنتمنى لكل المرشحين ايضا التوفيق ان شاء الله. كانت حلقه خاصه جدا، وفكر ايضا واعي، وفكر ودراسه ايضا شبابيه. الاستاذ اشرف الشبراوي بالعيله، رمز المدفع رقم 4، اكيد حضراتكم شفتوه سواء عن طريق اللايف في القناه او عن طريق صفحات السوشيال ميديا. اقنعكم باسلوبه وطريقته وفكره، تقدروا ان انتم تنتخبوه. الراي راي الجمهور وراي المواطن. بنشكر حضراتكم جدا، وان شاء الله نتمنى لكم حلقه سعيده، ونشوف حضراتكم في حلقه تانية ان شاء الله.